هي مشاهد حصرية تحصلت عليها قناة النهار. المهاجرون الأفارقة غير الشرعيين يواصلون النزوح نحو الجزائر. الحدود الجزائرية النيجيرية تعرف نشاط دائما لهم رغم كل الاحتياطات. عصابات تهريب البشر، الحلقة الأبرز، واضعين الجزائر منطقة عبور نحو الضفة الأخرى. تاكسي عادي ورا تمشي تا غراي داخل تا ورا ساك تا كيما هكا اتيني بورتابل اتيني درهم استنى استنى يا هادي باراج اخرج باراج كيما هكا تا تاكسي تا رو اي تا مافيا تا نيجر تا داخل هنا تا روح برانس اي بيزاب كل يوم تا رو كل يوم تا داخل هنا تا رو كل يوم تا داخل هنا تا رو تا نيجر تا توغو تا كاميرون تا ماليان كلش تا روحو هي تا روحو روحو فرنسا السودانية ايوه طويل بينا نروح على منطقة الجزائر ان شاء الله راك رايح العاصمة اي كيفاش والله جينا يعني والله يعني جينا بحاجتنا يعني صراحة كيفاش قطعت الحدود ايه يعني والله قطعنا الحدود يعني ايه قطعنا الحدود طوال يعني هجرة غير شرعية يعني قطعنا طول ما عندنا يعني خلص دراهم لا دراهم يعني مرة زوس ملايين ولا كده يعني والو نمشي الجزائر بس بعد ذلك نرايح في الجزائر جوا اي في العاصمة بس بعد عبور الحدود الجزائرية تتعدد وسائل المهاجرين الأفارقة في الوصول إلى الولايات الداخلية مشيا على الأقدام أو عبر حافلات نقل المسافرين بين الولايات رغم كل عمليات الترحيل إلى أنهم لا يكفون عن المحاولة. بالنسبة للمهاجرين الأفارقة ما نقدروش نركبوه معنا خاشان تهردي باش يركبوا غير اللي عنده باسبور ريغيلي ريغيلي اكزاكت بريغيلي جي فيريفو لا بوليس عندك الباسبور ريغيلي نطلعوا هذاك ما كاش مشكل. التعليمة التعليمة مع ممنوع انت الاجانب هذو اللي ما عندهمش يطلعوا سواء من لي زافريكا سواء اجانب واحد اخرين الافارقه راهم يجوا يجيبوهم كاين جماعه يجيبوهم كي يلحقوا البراج تاع الفا يهبطوهم تم يكملوا على رجليهم يكملوا على رجليهم وبعد يخرجوا لهم بالسياره يعاودوا يطلعوا. قضية المهاجرين الأفارقة المارين بالجزائر نحو الضفة الأخرى إشكالية دولية بسبب عوامل عدة أفرزتها أوضاع الدول الأفريقية ممن تعاني الفقر والأمراض فالتصدي لها أمر واجب لحماية البلاد.